أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى على إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية، وأكدت معاليها أن المرحلة الراهنة تحتم على جميع أفراد المجتمع التكاتف وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة جائحة كورونا، لافتة إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى بأن الدولة تضع إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة تداعيات انتشار المرض وتحقيق الأمن والأمان للجميع، تمثل الحافز والداعم للجميع بأن مملكة البحرين ستتغلب على هذه الجائحة بحكمة قائدها وجهود أبنائها ووعي شعبها لتسير نحو مرحلة تنموية أكثر تقدما في جميع المجالات. أكدت معاليها أهمية توحيد الجهود الوطنية وتسخير كافة الإمكانات والطاقات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدى السبيل للوصول إلى الغايات الوطنية المرجوة لا سيما في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي. جددت معاليها تأكيد مجلس النواب على تقديم الدعم الكامل لكل القرارات التي أعلن عنها أو أعلن عنها الفريق الوطني الطبي، والتي تأتي في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى في تحقيق السلامة للجميع.